السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل مدرب المنتخب السعودي للمنتخب الأرجنتيني. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذن في مفاجأة غير متوقعة من الأخضر السعودي في كأس العالم، فاز على المنتخب الأرجنتيني الذي لم ينهزم منذ 2019 في مباراة بطولية قدمها لاعب المنتخب السعودي. وبهذا يكون الأخضر السعودي قد وقف سلسلة الأرجنتين التاريخية بدون هزيمة في 36 مباراة، ويعتبر فوز السعودية على الأرجنتين بثنائية في مباراة تاريخية بمونديال قطر 2022، وهذه ثاني المباراة التي يفوز بها المنتخب السعودي في تاريخه في المونديال. وفي الأخير أعزائي المشاهدين، شاركونا بآراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.